وإن أدركته في الركعة الأخيرة هل أنتظر حتى يتم الصلاة لكي ألحق بجماعة أخرى أم أدرك معه الصلاة؟ الجواب بالتفصيل، إن كان يعلم أو يغلب على ظنه أنه سيأتي أناس ينتظرهم، وإن كان لا يدري ما عنده ظن ولا غلبة ظن فإنه يدخل مع الإمام ليحصل على أجر المتابعة. نعم.